شو خطر لك؟ أنا قلت بما إنه جارنا العزيز ما معه تليفون، هيك هو قال لي، قلت هاي الطريقة الوحيدة لحتى شم ريحته لما يوصل. بركي كنت طالع؟ منترك لحتى توصل، ما أسألك. الله يسلم هالدقيقة، حلوة. هلا هيك الواحد برش. شو لكم؟ هلا كل هذا مشان تعرفي امتى فايت وامتى طالع؟ كنت علقتي لي جرس على الباب ما احسن؟ كل ما بطلع وبفوت بيرن. القصة لساتها تازة، يعني بدها شوية وقت. انه ما قدرت تفهم منه شيء؟ انا ما حاولت اضغط عليه. الولد مصيبته كبيرة وعقله مو براسه. ابن اختك محمل حاله ذنب القصة. كرمال هيك لازم يعرف انه نحن حده، والمعلم زيدان مستعد يدفع له فديتها. الولد فعلا مكركب، ولا تنسى جبل وشاهين كانوا اخوه. هيدا كان من زمان، قبل ما يقعد على الكرسي ويدوق طعم السلطه. جبل ما بينسى مصلحته مثل بي وعمه وخاله. انت عن شو عم تحكي يا مختار؟ يا ابني اقعد وما بقى تفور وتهمل. أنا بشوز عشكك، حدا اشتكى مني شيء؟ لك لا يا ابني، بيك كان خينا وانت مثل ابني. قلت بلكي منلاقي لك شي شغلة هيك تسترزق منها بتسلي حالك فيها. مشكور عمي، الحمد لله مش ناقصنا شيء. يا ابني الشغل مش دائما للعازة. هلا أنا معطل على راتب المخترة. البني آدم لازم يضل يشتغل لحتى يحس بقيمة حاله. من الآخر مختار، من الآخر. يا ابني المشاكل بتجي من الفضاوي وقعدة القهاوة، لازم تشغل حالك بشيء. طمن، مشغول وما عندي وقت. مشغول؟ بشو؟ روح بي مرافقتني ليل نهار وطالبي مني أخد حقها. يا هلا. مرحبا. يا هلا، تفضلي.